الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفصح العربي لسانا وأبلغهم بيانا صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لا كلمة ولا قول ألقيها إلا كلمة الشكر الحمد لله رب العالمين الذي قد أعطانا رحمة وتوفيقا حتى قدرنا على الاجتماع في هذا اليوم المبارك والصلاة والسلام على أسعد المخلوقات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حامل البشرى على المتقين وحامل النذر على المجرمين سيادة رئيس الجلسة سيادة مجلس التحكيم ويا أيها الحاضرون المحبوبون حفظكم الله جميعا أحييكم بالتحية الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه النهضة المناسبة اسمحوا لي أنا أن أحدثكم عن أهمية تعلم اللغة العربية وتحديتها في عصر العولمة أيها الحاضرون الكرام لقد وردت في القرآن الكريم آيات عديدة مدلولة على شأن اللغة العربية منها قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم سورة اليوسف الآية الثانية وقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق الله العظيم سورة الشعراء الآية 193 حتى 195 وفي آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لعلكم تعقلون كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون صدق الله العظيم سورة فصلت الآية الثالثة أيها الحاضرون إن للغة العربية مكانة تقصر عن وصفها العبارة وقدسية انفردت بها عن سائر اللغات فهي محفوظة بحفظ كتاب الله الذي حفظ لها وجودا متميزا خالدا وهي محفوفة بعناية أولي الألباب وملائمة للعلوم والأدب فهي أثبت الألفاظ جميعة المعاني جميلة المعاني حقا إنها لغة القرآن العجيبة من دخل في جوف غزارتها وجد المسعة البلاغية والرحابة اللفظية وكانت اللغة العربية هي شعار الدين ووعاءه والقرآن لا يقرأ كما أنزله الله تعالى إلا بالعربية ولا يتعبد بتلاوته إلا بها وكل النصوص التي جاء فيها فضل قراءة القرآن فإنما مرادها قراءته بلسان العرب
فإنما مرادها قراءته بلسان العرب. ومن هنا نعلم بأن المسلمين يحتاجون إلى اهتمام كبير في تعلمها. بأن المسلمين يحتاجون إلى اهتمام كبير في تعلمها من أجل دينهم وحياتهم. فلا تتم العبادة إلا بها كقراءة الفاتحة. كقراءة الفاتحة لا بد أن يقرأها الأعجمي بلسان العربي. ولا تصح صلاته إلا بها كما قال عمر رضي الله عنه: تعلم العربية فإنها تزيد في المروءة. تعلم العربية لأنها تزيد في المروءة. وتعلم العربية فإنها من الدين. وقال الثعلبي: من أحب الله أحب الرسول، ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب. ربما هذا مما اكتفيت من الكلام، وإذا وجدتم مني الخطايا والخلافات أستعفيكم جميعا من خلوص صدوركم. أستعفيكم جميعا من خلوص صدوركم. أستعفيكم جميعا من خلوص صدوركم. وندعو الله أن يجعلنا من المسلمين التائبين المفلحين المحبين العربية المحبين العربية، ويهدينا إلى صراط المستقيم. هدانا الله وإياكم أجمعين. أستغفر الله من قولي بلا أمل، والعفو منكم. وأخير كلام أقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.